مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. رسالة من الرب ليا وليك. الوقت ده ربنا بيكلمني عن الهم. اغلب الناس مننا شايلة الهم. ناس كتير قوي كل ما اكلمها الاقيها مضغوطة وتعبانة وتقولي انا شايلة حاجات كتير قوي، انا حاسة بقيت مهمومة. الهم ده حاجة وحشة جداً جداً، لأن الهم ده بينزع من قلبي السلام، بيخليني دايماً خايفة، دايماً مضطربة. الهم ده ممكن يخلي ظهري منحني ويخليني مقصورة، مش قادرة أفرح بالرب، مش عارفة أشوف الخير اللي عندي من كتر ما أنا شايلة كبيرة قوي عليا وبتحرك بيها. مع إن الكتاب المقدس بيكلمنا في بطرس الأولى 5:7 بيقول الكلمات دي: ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. أنا مشغولة قوي أنه يكون الوقت ده بنخلي الآية دي دايماً قدام عينينا، أن الرب يكون بيشيلنا وبيشيل كمان الشيلة بتاعتنا، فنقدر نستمتع بحياتنا ونقدر نتبسط بالوقت اللي احنا بنمر بيه. هنسمع مع بعض ترنيمة تتكلم عن الهم، بتقول كده أنه لا بعولان الهم، لا للشكوى وقولت لكن بالدعاء والصلاة الرب هيكون بيسمع وبيستجيب. معايا فريق أنا هو، من فريق أنا هو للتسبيح، هنتقول ترنيمة دي مع بعض.
يسيبنا، حتى الهم مكلمنا عنه في الكتاب المقدس بيقول لنا كده، اوعى تهول الهم، اوعى تشيل الهم، اوعى تخاف لانه انا معاك. خلينا دايما فاكرين الآية اللي في بطرس الأولى 5-7، ملقيين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ربنا معاكم.